بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين في كل مكان يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيبوري على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في تزييل متعلق بفصل في أحكام إحياء الموات، وهو متى يجب بذل الماء. ومعنى يجب بذل الماء أي إعطاء بلا مقابل على سبيل الوجوب الشرعي. يبقى متى يجب بذل الماء أي إعطائه بلا مقابل على سبيل الوجوب الشرعي، بحيث أنه لو أعطاه بمقابل يأثم. يبقى نفهم من هذا أن بذل الماء له وجه واجب وله وجه مستحب وله وجه على الإباحة. ومن لم يبذله عند وجوبه يقع في الحرمة. فاليوم هنتكلم على شروط وجوب بذل الماء. متى يتوفر 6 شروط يبقى يجب بذل الماء الفائض عن الحاجة بلا مقابل ولا تمنع أحد عنه. يقول في الهامش: واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا. يبقى الأول خرج لك الماء الخاص، يبقى عندنا ماء خاص بي بأرضنا من اللي في ملكي، يبقى مش واجب أن أنا أبيحه مطلقا للناس لأن ده في ملكي. كويس. طالما الماء ده مختص بشخص يعني يملكه شخص معين، لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا. شوف لماشية، لكن ممكن لسقيا الأدمي، لأن سقيا الأدمي مش زي سقيا الماشية. واحد عايز يشرب من المية بتاعتك اللي في أرضك يجي يشرب، لكن عايز يجيب كمان ماشية وقطيع الغنم بتاعه ويجيب الجمال بتاعته، لا مش واجب بقى. يحصل لها هو ماء في مكان مناسب لها، لكن ما يتعداش على ملكي. واعلم ان الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، وانما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط. هو هنا قال 3 شروط، لكن في الحاشية زود 3 فهي 6 شروط. احدها أن يفضل عن حاجته. يبقى أول حاجة أما نقول له يجب بذل الماء، يبقى الماء ده ملكية عامة وفض عن حاجتك. يعني أنا أرضي جنب النهر وفي أرض تانية بعيدة عن النهر، فلازم عشان الأرض دي تشرب لازم الماء يمشي في أرضي عشان يوصل لأرض اللي جنبي. يبقى لا يجب أن أنا اديله الا بعد ما اخد انا حاجتي الاول. مش الناس يقول لك الميه ما تمرش على العطشان،
يبقى العطشان الاول وبعد كده لما يفيض عندي اديه لك، فاهم؟ لان هنا ده نهر عام، لكن لو كان النهر ده في ارض انا ملكي، كويس، في ملك انا، يبقى مش واجب بذل الماء، لانه ايه اللي يدخله في ملكي؟ ما يروح يدور يشرب في حته تانيه، واخد بالك؟ لكن يستحب، هنا يستحب ان انا اديله، لو اديت يبقى خير وبركه، لكن مش واجب، ما يجيش يلزمني القاضي ان انا لازم ادي، واضح؟ يبقى يجب بذل الماء بثلاثة شرائط، أحدها أن يفضل عن حاجته، أي عن صاحب الماء، فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره، والثاني أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمة، هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية، بشرط وجود الكلأ، كان عشان كده الشرط ده ممكن يبقى حاجتين، اللي هو أن يحتاج إليه غيره إما لنفسي أو لبهيمة، إذا كان بشرط تاني، شرط متولد من شرط، إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية، والكلأ اللي هو إيه؟ العشب اللي بترعاه الماشية، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، يعني بحيث إن أنا لو منعت في كلأ هنا مباح، كويس، مش في ملك حد، الناس بتيجي ترعى بماشيتها في الكلأ ده، والماشية لما ترعى في الكلأ لازم تشرب، يبقى جنبها مية تشرب، هتزور، كويس، يبقى في الحالة دي وما فيش ماء تاني قريب غير الماء ده، يبقى في الحالة دي أنا ما منعهمش، لأن أنا لو منعت الماء يبقى كأني منعت الكلأ، والكلأ ده كلأ مباح، فهمت بقى؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ وإيه والهواء، مش كده برضه؟ ما نقدرش نبيع لا هوا ولا نبيع الكلأ ولا نبيع الميه. اللي هي الميه اللي في شقها الطبيعي اللي ربنا خالقها. مش الميه اللي ماشيه في الماسوره. ولا اللي انا حفر لها وبذلت مجهود علشان انقيها. دي حاجه ثانيه بقى، علشان يقول طب ما احنا بندفع عدادات الميه وياخدوا منها حرام؟ لا، مش حرام، لان الميه دي شقوا مواسير ونظفوها ونقوها وفي موظفين وصلوا لك لحد بيتك، يبقى انت بتدفع مقابل هذا كله، مش مقابل الماء بقى، مقابل الخدمة ومقابل تنقية الماء والقيام عليها وهكذا. يبقى الشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمة، هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، يعني ما يجبش في الحالة دي انه يبذل الماء لزرع غيره ولا لشجر، كلنا قلنا الماء اللي هو ايه في ملكه. والثالث ان يكون الماء في مقره، يبقى الماء في مقره الطبيعي، مش انا اللي عامل المقر ده، مش انا اللي حفر البئر في ملكي، فاهم؟ لا، ده بئر محفور للعامة، او انا حتى حفرته في ملكي وعملته سبيل، ما منعوش بقى، فاهم؟ افرض ان انا حفرت بئر او عملت ترومبه زي ما في ناس في الارياف يعملوا ترومبه ويسيبها سبيل للناس، يبقى ما يمنعش حد لان هي سبيل. لكن انا عاملها خاصه لاستعمال انا، يبقى في الحاله دي خلاص. واضح؟ والثالث ان يكون الماء في مقره وهو مما يستخلف في بئر او عين. فاذا اخذ هذا الماء في اناء لم يجب بذله على الصحيح. واحد راح بقى في البئر ده مال في الاناء بتاعه. واحد يقول له اديني الاناء ده؟ لا، لان بالحيازه صار الاناء ملك. عايز تروح، روح البئر بقى املا انت. هات اناءك انت واملاه. فهمت بقى؟ طالما خده في حيازته زي واحد واقف على شط النيل، مالي جراكن وحاططها ممكن يبيعها. ليه؟ لانه بقى حايز ده مع انه على شط النيل. واخد بالك؟ فممكن يبيعها في الحاله دي حيازه لانه حازها في ايه؟ في الاناء. لكن ما ينفعش يقف على شط النيل ياخد منك عموله عشان تملى الجركن بتاعك. فهمت بقى ازاي؟ يروح قافل الشط ويقول لك لا ما تنزلش. تشتري من اللي فوق بس. الله، دي بقى كده منع. واضح؟ فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح. وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه،
أو ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاء كما قاله الماوردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. أحكام بذل الماء على فكرة في المصريين ما يعرفوهاش قوي، لأن مصر ربنا مكتر مياه، لكن الحاجات دي مهمة في بلاد تكون صحراوية زي ليبيا زي جزيرة العرب، في بلاد تلاقي فيها صحاري كتيرة والماء قليل، فلازم يبقى فاهم المسلم أحكام بذل الماء. لكن المصريين يقول لك إيه ده، نمنع المية؟ معقول؟ لأن ربنا مكتر ميته. فطول عمر المصريين ربنا إيه يعني منعم عليهم بهذا. نقول كلام بقى إيه الشيخ البيجوري تعليقا على ما سبق، بيقول قوله: واعلم أن الماء المختص بشخص، هذا دخول على كلام المصنف وتوطئة له كما لا يخفى. ليه؟ لأن دي مقدمة من الشارح قبل كلام المصنف. المصنف بيقول ويجب بذل الماء، فهو جاء قبلها بيوطأ ليها، يعني بيمهد ليه، فالشارح بيمهد فبيقول: واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا. فالجزء ده بيقول لك توطئة لكلام المصنف كما لا يخفى. المختص بشخص أي لملكه لا أو لارتفاقه به، ما هو ممكن يبقى مختص بالشخص يا إما ملكية أو ملكية تملك، يعني ملكية رقبة أو ملكية ارتفاق. ارتفاق يعني إيه؟ يعني بيتيسر حياته، واحد رايح يحيي أرض موات، يعمل إيه أول حاجة؟ بيحفر فيها بئر، يوفر لنفسه إيه؟ الماء اللي هيشربه، يبقى الماء اللي عنده ده الموات لسه ما أحياهوش، عشان يصير ملكه لازم يحييه. لكن لما حفر البئر دي في الأرض الموات بقى حفره للارتفاق، فإذا أحياها صار ملكه. فهمت بقى؟ وعلى شكل قد يكون الماء للارتفاق اللي قبل تملكه لأنه بيرتفق به بيعينه على معيشته، أو يكون في ملكه، بخلاف ما لو حفرها لارتفاق المارة أي لملكه له أو لارتفاقه به، بأن حفر بئرا بموات لارتفاقه به. لما حفر بئر في موات ما تقولوش ده ملكه، ما هو اللي حفر لسه المواد دي ما أحياهاش عشان تبقى ملكه. واضح؟ واللي حفر البئر في الموات لارتفاقه هو أولى بها من غيره، فإن هو برضو أولى بها من غيره، فإنه أولى به حتى يرتحل، بخلاف ما لو حفرها لارتفاق المارة. بخلاف لو كان حفرها وعملها سبيل بئر لأي واحد بيمر يشرب، أو أطلق. أطلق يعني إيه؟ يعني ما قالش أنا عاملها سبيل ولا عاملها ليا، حفر وسكت، يبقى اسمه أطلق. فهمت بقى إزاي؟ يبقى قال إيه؟ حفرها وقال إيه؟ استعمال خاص، هنا بين. أو كتب عليها سبيل، بين. طب افرض حفرها، لا قال استعمال خاص ولا قال سبيل، اسمه أطلق. إيه حكمها؟ أو أطلق فليس له منع أحد منهما، منها. يبقى كأنها سبيل، إذا أطلق تحمل على أنها سبيل. كويس. وبخلاف المياه المباحة برضو ملوش يمنح حد. المياه المباحة كالنيل والفرات والعيون في الجبال اللي هي ايه؟ بفعل بخلق الله مش بفعل بشر، يعني موجودة بخلق الله كده. وبخلاف المياه المباحة كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار، فإن الناس تستوي فيها، لخبر الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. النار مش الأول، في الماء والكلأ والنار، أي في الماء المباح. الماء المباح اللي هو إيه؟ ليس في ملكه ولا لارتفاقه، يبقى معنى ده الماء المباح. والكلأ كذلك، برضو الكلأ اللي هو العشب اللي طالع في أرض لا يملكها أحد. والنار التي أضرمت في حطب مباح، حطب مش ملك حد، أضرمنا فيه النار. كويس. ما يمنعش حد يجي يشعل عود، ما يمنعش حد يقعد جنب النار يتدفى. فهمت بقى؟
لان الناس شركاء في السلام. ما يمنعش حد قاعد جنب النار بيقرا الجورنال علشان ايه؟ بيستضيء بيه. فهمت ازاي؟ ما يمنعش بقى حد لان الناس شركاء في هذا كله. والنار التي اضرمت في حطب مباح فلا يجوز لاحد تحجرها. تحجرها يعني احتكارها يعني، او يعمل حواليها في حوط ويمنع دخول الناس اليه. بل ولا للامام اقطعها لاحد، ولا الامام كمان يجعلها خاصة بواحد معين دون الناس. بالاجماع. بالاجماع ليه؟ لان الحديث واضح. الناس شركاء في سلاسل الماء والكلاء والنار. ولو اشعل نارا في حطب مباح لم يمنع احدا الانتفاع به. شوف حطب مباح يعني ايه؟ يعني مش ملك حد، جابه كده من الغابة اللي هي مش ملك حد. لكن لو جاب الحطب ده من ارضه بقى النار دي بتاعته. فهمت ازاي؟ يبقى احنا بنتكلم هنا على الحاجة اللي هي في الايه؟ المباحة للكل. ولو اشعل نارا في حطب مباح لم يمنع احدا الانتفاع بها ولا الاستصباح منها. الاستصباح منها يعني ايه؟ يعني يشعل منها حاجة، يولع منها حاجة. فإن أشعلها في حطب له، لو كان بقى أشعلها في حطب ملكه فله المنع. واضح؟ من الأخذ منها، يمنع الأخذ منها لو حطب ملكه، لكن ما يمنعش التدفئة. واحد جاء الدنيا برد أرض كده يتدفى، سيبه يتدفى. فله المنع، يعني فله المنع يعني من حقه أن يمنع. واخد بالك؟ لكن يستحب الا يمنع، لان في حاجه اسمها مكارم اخلاق، في حاجه اسمها كرم. واحد عايز يعني يتولع يجي يولع. يبقى بيتكلم هنا في ايه؟ في احكام فقه من باب العدل لا من باب الفضل، لان كتب الفقه بتبحث في العدل لا في الفضل. لكن باب الفضل واسع بقى، اعمل اللي انت عايزه. فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها أي التدفي بها، ولا الاستصباح منها فلغيره الاستضاء بضوئها وإشعال الفتيلة منها. وإن أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح فضاق عنهم، وبعضهم أحيا أولا فأولا. سقى الأول فالأول. المثال ده بيقول إيه؟ لو أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح، المية اهي، وأنا أحييت الأرض دي، وجا جاري أحيا الأرض اللي بعدها، وجا جاري التاني أحيا الأرض اللي بعدها، والمية دي كويس على قد أنا بس، يبقى أخد أنا قدي وخلاص، لأن أنا الأقرب، وأنا أول واحد أحييت. طيب هتكفي؟ تكفينا كلنا، يبقى بالدور. الأعلى فالأعلى بالدور. طب وإمتى أمنع حجز الماء عشان تمر في أرض اللي بعدي؟ لما يبلغ الكعب، لما أحط رجلي كده في الزرع ألاقي المية وصلت لحد الكعب، يبقى هنا ما منعش. فهمت؟ زي حديث الزبير اللي احنا قريناه في البخاري، مش كده برضو؟ حديث سيدنا الزبير لما اتخانق مع الأنصاري مروي في البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له حتى الكعبين. وإن أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح، الماء اللي هو المباح للكل، بس الأرض ملكية خاصة، لكن الماء مباح للكل، يحصل نزاع. النزاع نحله ازاي؟ إن الأول في الأول. الدور بقى كده، الأقرب للماء ياخد الأول، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، والأبعد واحد عن الماء هو آخر واحد ياخد. فاهم؟ وإن أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح فضاق عنهم، وبعضهم أحيا أولا، يعني أحيا أولا يعني تملك أولا، مش كده برضو؟ سقى الأول فالأول، وهذا هو المراد بقول بعضهم سقى الأعلى فالأعلى. طب احنا بنقول لك اللي جنب المية، ما هو تملي الأقدم بيبقى هو أول واحد لحق جنب المية.
دي بديهية، يعني ما حدش هيبتدي يحيي أول واحد ويبتدي يحيي بعيد عن المية لما تبقى الأرض كلها فاضية وأنا عندي مية هنا ومش ملك حد، فأنا عايز أحيي الأرض، هعمل إيه؟ هروح للحتة اللي جنب المية الأول، ويبقى اللي هيجي بعدي أجي هيجي بعد الحتة اللي أنا خدتها وهكذا. يبقى إيه؟ كأن بالظبط بنبتدي بالأقرب للماء فالأبعد فالأبعد، لأن تملي الأقرب للماء هو الذي أحيا أولا وتملك أولا. واضح؟ سقى الأعلى فالأعلى، لأن الغالب أن المحيي أولا يحرص على القرب من الماء، فإن أحيوا معا، طب افرض كلهم ابتدوا مع بعض، أو جهل السابق، أو جهل السابق، مش عارفين مين اللي كان الأول، أو ابتدوا مع بعض، نعمل إيه؟ نعمل قرعة، نقرع بينهم، كويس؟ إذا استووا كلهم في الحق يبقى نعمل إيه؟ نعمل قرعة، أقرع بينهم، أو أقرع بينهم، ويحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين. بالترتيب كده ياخد الكعبين وايه ويفك الميه للي بعده، ثاني ياخد الكعبين ويفك الميه للي بعده، لانه صلى الله عليه واله وسلم قضى بذلك، وما اخذ من المباح في اناء او بركه او حفره او نحو ذلك ملك على الصحيح. طب افرض الميه انا خدتها من المباح وعملت بركه في ارضي، بقى اللي في البركه ده ملكي، كويس؟ او حفرت حفره في ارضي فايه جمعت الماء فيها بقت ملكي. وما اخذ من المباح في اناء او بركه او حفره او نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، زي في الحطب، الحطب طول ما هو في الغابة ملك الكل، أنا خدت شوية وحزمتهم بقوا بتوعي، فاهم؟ طيب الغزلان في الغابة بتجري زي ما عايز، ملك أي حد يصطاد، أول ما اصطاد أنا واحدة وأمسكها بقت ملكي. زي نفس القصة، يبقى القصة في المياه زي القصة في الاصطياد، وكذلك الاحتطاب والاحتشاش، الحشيش طالع الكلأ كده، لما قطعوا وجمعوا اللي جمعته ده ملكي، ما حدش ياخده منه. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول وهي الأنهار الصغيرة، وكذا الآبار المملوكة ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر إذا لم يحصل ضرر لمالكها. شوف ويجوز، هنا قال لك يجب، يجوز، يعني هنا في أرض إيه؟ مية مملوكة. ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول وهي الأنهار الصغيرة، وكذا الآبار المملوكة ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر. والمحجور عليه قد يكون لسفه أو لصغر أو لجنون أو لفلس، ما دي أسباب الحجر مش كده برضه، أو لمحجور عليه كما هو الظاهر إذا لم يحصل ضرر لمالكها، بشرط عدم حصول الضرر لمالكها، إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي، قاله ابن عبد السلام. والعين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عن الشركاء. افرض في عين ماء دي ملك خمسة، أراضيهم حوالين العين دي، فبقت ملكنا احنا الخمسة، هل بالتساوي ولا واحد يملك نصفها والتاني يملك ربعها، واحد تاني يملك الباقي؟ تحتمل، يعني يحتمل يملكوا العين بالتساوي، يحتمل يملكوا العين بإيه؟ بغير تساوي، كل واحد على حسب قدر أرضه، كويس؟ فلو كانوا شركاء في العين نعمل إيه؟ والعين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عن الشركاء. لو كانت العين دي المية قليلة، يعني لو سبنا كل واحد ياخد حاجته هيحصل يعني احتياج وافتقار،
فالاحسن نقسم بملكيه كل واحد، عشان بدل ما تاخد وتشبع خد بس ما تشبعش. فهمت؟ طرق التقسيم ايه؟ اما بمهيئه يتراضون عليها، بمهيئه يعني نعمل ايه؟ ادوار، واحد ياخد يوم وانا يوم وده يوم، انا املك تلتينها مثلا وانت تلتها، يبقى انا يومين وانت يوم، واحد يملك ربعها يبقى كل ربع يوم، فهمت؟ ياخدها وهكذا. يعني دي اسمها حاجه اسمها مهيئه، يعني جدول، نعمل جدول نقسم الأزمنة بيننا. إما بمهايئة يتراضون عليها، كأن يستقي كل منهم يوما أو بعضهم، أو بعضهم يوما وبعضهم يومين على حسب ملكية كل واحد، فأكثر بحسب حصصهم في العين، أو بطريقة تانية بنصب خشبة في عرض القناة. خشبة باللغة بتاعتنا احنا نقول عليها ماسورة، نعمل ماسورة، الماسورة دي فيها ثقوب فتحات، أنا ليا ضعف جاري، يبقى الماسورة الفرعية اللي طالعة تكون القطر بتاعها ضعف قطر ماسورة جاري التاني، يبقى أنا مثلا هيبقى الماسورة بتاعتي 3 بوصة هو بوصة ونص، يعني أنا لما أفتح يعني فيا تنزلي اندفاع مية في ماسورة 3 بوصة، لان انا ليا ضعفه، وهو ما يفتح تمر في ماسوره بوصه ونص، وده يمر في ماسوره بوصه بس، وده نص، كل واحد هيحسب ملكيته. يبقى الثقوب اللي هي هتدي لي فروع لمواسير تخرج لكل ارض تكون بنصيب كل واحد. فهمت بقى المساله؟ او بنصب خشبه في عرض القناه فيها ثقب متساويه اذا كانوا متساويين في الملكيه، أو متفاوتة على قدر الحصص، ولو سقى زرعه بماء مغصوب. طب افرض سقيت أنا زرعي بمية مغصوبة، فالغلة، الغلة اللي هو الثمر له لصاحب الأرض، طب ويعمل إيه في المية؟ ويتحلل من صاحب الماء ومع غرم بدله له. يبقى عندنا يعمل في المية، يحل مشكلة المية المغصوبة بحلين مش حل واحد، يروح يستحله يعني يستسمح، وبعدين يدفع له غرامة مقابل، كويس؟ ويبقى الغلة ساعتها ليه. واضح؟ ولو سقى زرعه بماء مغصوب فالغلة له، ويتحلل من صاحب الماء مع، شوف يتحلل أول حاجة يستحله يعني يستسمح، مع غرم بدله له. اذا كان البئر بتاعه نقص للنص اشتري انا عربية مية واملى له بئره على حسابه، ادي الغرم، واخد بالك ازاي؟ نقص التلت املاه له للتلت، احمل مية على الدواب بتاعتي والعربيات بتاعتي وارجع املى له البئر بتاعه. فهمت ازاي؟ ادي معنى مع غرم بدله له. فإن الغلة تكون أطيب له، تبقى في الحالة دي الغلة تبقى حلال لي، لأن المية أصلا بتتشربه النبات، فهيبقى النبات دخل فيه حرام اللي هو المية دي، علشان يبقى الماء النبات ده حلال عليك صافي لازم تستحله وتغرم بدله. افرض استحلته وقال لك أنا خلاص متنازل، خلاص حيب مش شرط، يبقى مش شرط تغرم بس لان هو تسامح. واضح؟ ويتحلل من صاحب الماء مع غرم بدله له، فان الغلة تكون اطيب له مما لو غرم البدل فقط. ليه؟ لان ممكن انت تملاه له وهو مش راضي عن فعلك، لانك تجرأت على ملكه من غير اذن. فهمت ازاي؟ يبقى برضه مش راضي عن فعلك، لكن انت بدلته فلازم كمان تستحله، لان لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس، مش كده برضو؟ خلي الحكام يعرفوا الكلام ده، اللي واخدين اموال الناس بس يعرفوا ان هم واعين في حرام شديد. قوله لا يجب بذله اي دفعه من غير عوض، يبقى اما يقول لك لا يجب بذله
يعني ايه؟ يعني لا يجب دفعه بغير عوض، يعني يجوز تبيعه طالما ما توفرتش الشروط دي، يبقى يجوز تبيعه. واضح؟ وقوله مطلقا اي غير مقيد بالشروط الاتية، فالمعنى انه لا يجب بذله على الاطلاق، بل بشروط ذكر المصنف بعضها واشار الشرح الى باقيها كما يأتي. قول وانما يجب بذل الماء اي دفعه، لكن المراد هنا التخلية بينه وبين طالبه. يبقى اما يقول انما يجب بذل الماء، بذل الماء يعني ان انا اشيله له واديه له، ولا ان انا اخلي بينه واقول له خش خد؟ يعني خش خد. ما تفتكرش يجب بذل الماء ان انا اللي اروح انا احمله له. فهمت ازاي؟ لان العبارة تحتمل. ويقول لك لا، يعني معنى التخلية بينه وبين الماء، عدم منعه. وإنما يجب بذل الماء أي دفعه، لكن المراد هنا التخلية بينه وبين طالبه كما سيذكره الشارح. فلا يجب الاستسقاء له ولا بذل آلة نفسه كدلو ورشاء مطلق. يعني لا يجب أن أنا أجيب مثلا العمال بتوعي هم اللي يشيلوه له، ولا أديله كمان أدواتي يستعملها ينقل بيها الماء كمان. يعني معناه أخلي بينه وبين الماء هو يجيب أدواته وعماله بقى ياخد الماء زي ما هو، لكن انا ما اجيبلوش انا. واضح؟ لو جبت له من باب الاحسان انا حر، احنا بنتكلم من باب الوجوب الشرعي. وخرج بالماء الكلأ فلا يجب بذله لانه لا يستخلف في الحال. لما قال يجب بذل الماء ما قالش يجب بذل الكلأ. واخد بالك ليه؟ المية لما بتاخدها من البئر، البئر يرجع يعبي تاني من المياه الجوفية، تستخلف في الحال. انما الكلأ لا، الكلأ لما تقطعه ياخد له شهور، وقد تكون في بعض الاماكن اسابيع، وقد تكون شهور على ما يطلع غيره، ما بيستخلفش في الحال. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده ما فضل عن حاجتك لا يجب بذله اذا كان كلأ، لانه لا يستخلف في الحال. لكن ايه في الماء بالشروط اللي هنقولها يجب بذله لانه بيستخلف في الحال. فهمت الفرق؟ وخرج بالماء الكلأ فلا يجب بذله لانه لا يستخلف في الحال وزمن رعيه يطول، ولانه يقابل بالعوض في العاده بخلاف الماء. يبقى حمل يعني ايه احكام الكلأ غير احكام الماء بسبب هذه الخلافات، انه لا يستخلف في الحال، وان الماء في الغالب بيبذل بلا مقابل، لكن الكلأ في الغالب بيتملك ويباع. واخد بالك؟ ففي فرق، فلا يقاس هذا على هذا، لان لو قست مع الفرق يقول لك ده قياس مع الفارق، ما ينفعش، لازم التطابق. يعني قوله بثلاثة شرائط، هو قايل هنا بثلاثة شرائط، يقوم يقول لك الشيخ ايه البيجوري بل بستة مش ثلاثة. أما الثلاثة التي ذكرها المصنف فستعرفها، وأما الثلاثة الزائدة فنذكرها لك كما ذكرها الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربين. فنقول الرابع أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه الماشية، وإلا فلا يجب بذل الماء حينئذ على المذهب. يعني علشان يبقى الماء ده فاضل عن حاجتي ويجب الي بذله، لازم يبقى جنبيه ما كلأ مباح عشان الماشيه تاخد. فهمت ازاي؟ يبقى الشرط الثاني ان يبقى جنبيه كلأ مباح عشان اديهوله، والا فلا يجب بذل الماء حينئذ على المذهب. والمذهب الراجح في ايه؟ في الطرق. وقد اشار الشارح الى هذا الشرط بقول هذا اذا كان هناك كلأ ترعاه الماشيه ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. والخامس ألا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحا كالعيون السائحة على وجه الأرض والأنهار. المية دي فضلة عن حاجتي وفي ملكي، يجب بذلها إمتى؟ لما تبقى فضلة عن حاجتي وجنبها كلأ مباح وعايز يرعى، وما فيش مية تانية غير ميتي، يبقى في الحالة دي يجب بذلها. لكن افرض في تانية مية تانية، في عين تانية ملك الجميع، تيجي انت تاخد من عيني ليه بقى؟ يعني الكلأ المباح اهو، وارض اهي، والمية بتاعتي هنا.
وفي بقى ميه مباحه ثانيه هنا، ليه يجب انك انت تيجي عايز تدخل مشيتك تاخد تشرب من عندنا؟ طب ما انت عندك. طب امتى بقى يجب ان انا اديله؟ لما يبقى ما فيش غير ميتي وفضلت عن حاجتي وجنبها الكلب، فهمت بقى؟ يبقى ده الشرط الخامس، الا يجد مالك الماشيه عند الكلأ ماء مباحا كالعيون السائحه على وجه الارض والانهار، والا فلا يجب بذل مائه لان عنده بديل بقى، فهمت؟ والسادس الا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشيه في زرعه. والشرط السادس ان الماشيه لو وردت في الماء بتاعي الفاضل عن حاجتي قد تؤذي زرعي، يبقى ليا المنع، هيترتب عليها ضرر، فهمت بقى ازاي؟ والسادس الا يكون على صاحب الماء. كل ده الفقهاء بيقولوا الشروط دي جايبينها منين؟ من حيث لا ضرر ولا ضرر، يوم يبتدي يفصل اي ضرر يقول لك بلاش، يعني التفاصيل دي كلها ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال اصول رب عقلية الفقيه والقاضي المسلم، بحيث ان بعد كده يمنح حدوث الضرر، واخد بالك ازاي؟ ويحافظ على المنافع والعلاقات اللي بين الناس والاحسان. والسادس الا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشية في زرعه او ماشيته. ممكن الماشية الغريبة تخش تضر ماشيتي ما تضرش زرعي، مش كده برضو؟ او تضر الزرع، المهم بقى فيش ضرر، او تضر عيالي مثلا حتى الاطفال اللي طلع. والا منعت، لكن يجوز للرعاة استسقاء فضل الماء، لكن في الحالة دي نقول ايه للرعاة؟ ادخل انت وخلي الماشية بره، املى الجرادل واديها تشرب بره، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى في الحالة دي امنع الماشية تدخل عشان ما تضرنيش، لكن المية دي عندي فضل زيادة، واخد بالك ازاي؟ اعمل ايه؟ اقوم اقول للرعاة تعالوا استقوا وايه؟ وما تدخلوش الماشية، فهمت الطريقة؟ لكن يجوز للرعاة استسقاء فضل الماء لها كما سيذكره الشارح، فإنه أشار إلى هذا الشرط بقول إن لم يتضرر صاحب الماء إلى آخره. وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله، يعني نظموها، كانوا يحبوا العلماء يعملوها الشروط نظم كده، يعني زي شعر كده سهل حفظه لطالب العلم، ده يسموه النظم، وده على فكرة اختراع اسلامي بس في ضبط العلوم، بعد كده خدوه الانجليز بقوا يعملوا برضو ايه يعني حاجات زي دي ايه علشان الناس تحفظ، لكن ده خدوه بعدنا احنا الانجليز والفرنساوي خدوه بعد المسلمين ب 600 سنة، لكن طول عمر المسلمين يعملوا منظومات كده للعلوم، يعني الاسلام حول الشعر الى ايه؟ الى وسيلة لضبط العلوم، قبل كده كان الشعر للفخر وللمدح معروفة، بعد كده استعملوا الشعر لضبط العلوم وتسهيل الحفظ، بقت ايه المنظومات المشهورة، فايه فنظموها الشروط دي، قال لك ايه؟ وواجب بذلك وواجب بذلك للماء الفاضل، وواجب بذلك يعني عدم منعك غيرك للماء الفاضل، يعني الفاضل عن حاجتك، يبقى اول شرط الفاضل نمرة واحد، لحرمة الروح بلا مقابل، والشرط الثاني لحرمة الروح، إن كان في بئر ونحوها، ده الشرط الثالث، وثم الشرط الرابع كلأ مباح قد رعاه المحترم، كلأ مباح قد رعاه المحترم يعني الدواب المحترمة، كويس؟ يعني ما يبقاش كلب ولا خنزير ولا بتاع حاجات من دي إلا إذا كان كلب صيد، فهمت؟ لكن لما يبقى ايه يعني رعاه المحترم. ولم يكن الشرط الخامس، ولم يكن ماء مباح، ولم يكن ماء مباح، والضرر قد انتفى، ده الشرط السادس، من صاحب الماء في الشجر اللي هو في الزرع، يعني يبقى وواجب بذلك للماء الفاضل
لحرمة الروح بلا مقابل إن كان في بئر ونحوها، وثم كلأ مباح قد رعاه المحترم، ولم يكن ماء مباح والضرر قد انتفى من صاحب الماء في الشجر. نرجع بقى لكلام المصنف، ايه هي الشروط التي يجب اذا توفرت بذل الماء، ولازم تتوفر كلها. الشروط معناه ايه؟ اذا انتفى واحد تنتفي الكل. واضح؟ الذي ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، هو ده تعريف الشرط كده، ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم. يعني اذا عدم احد الشروط عدم الحكم كله. واضح؟ قول احدها اي احد الشروط الثلاثة، قول ان يفضل عن حاجته لنفسه او ماشيته وشجره وزرعه، كذا قال الشيخ الخطيب وتبعه المحشي، والمعتمد تقديم الادمي، والمعتمد تقديم الادمي على الماشية، وتقديم الحيوان المحترم ولو غير ادمي على شجر المالك وزرعه لحرمة الروح. يعني بالترتيب، يبقى الادمي الاول، بعد الادمي يبقى الماشية، كويس، وبعد الماشية يبقى الشجر. يبقى الأول الإنسان، فالحيوان، فالنبات، بالترتيب، كويس. والمعتمد تقديم الآدمي على الماشية وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على شجر المال، وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على شجر المالك وزرع لحرمة الروح. وأطلق المصنف حاجته، كل ده طبعا لما ايه؟ في الماء الفاضل عن الحاجة، فاهم؟ وأطلق المصنف حاجته وقيدها الموارد بالناجزة. يعني المصنف قال ايه الفاضل عن حاجته؟ طب ما حاجته دي يمكن تبقى بكرة، السنة الجاية، بعد شهر. الموارد قال لك لا، حاجتي الناجزة، اللي هي محتاجها النهارده، لكن الميه اصلا في الغالب بتتجدد لان امطار وبتنزل مطر تاني، او اذا كان ماء نابع بينبع بعده، كل ما تاخد من البئر تلاقيه يطلع تاني، خدت بالك؟ يبقى المقصود بالحاجه هنا ايه؟ بتقييد المواردي بالناجزه، ما قالش فضل عن حاجتي مطلقا كده وسكت، لا، قال لك حاجتي الناجزه يعني الحاله. يبقى الإنجاز هنا بمعنى الحلول، أي الحالة. فلو فضل عن حاجته الآن لكنه يحتاج إليه في المستقبل، وجب بذله لمحتاج إليه في الحال، لأنه يستخلف، بيتعوض، فاهم؟ فلا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. قوله أي صاحب الماء، مش بيقول لك أن يفضل عن حاجته، الضمير هنا الهاء دي مين هو؟ عن حاجة صاحب الماء، فيقول أي صاحب الماء تفسير للضمير المضاف إليه، بيفسر لك الضمير اللي هو في كلمة حاجته. فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه، محترز الشرط الأول، كأن أنت ما بيقول لك فضل عن حاجته، كأن انت هتخاطر في بالك، طب لو لم يفضل نعمل ايه؟ فهمت؟ فايه؟ يبقى ده الاحتراز. محترز الشرط الاول وقوله بدأ بنفسه، اي لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يبقى يبدأ بنفسه الاول وبعدين بمن يعول. ولا يجب بذله لغيره، اي لكن يندب ايثارا لغير، ايثار الغير، لكن يندب إيثار الغير به إن صبر. يبقى لا يجب بذله يعني إيه؟ يعني الوجوب الشرعي ولا الوجوب القضائي، واخد بالك؟ ولا يجب بذله لكن يندب، يندب هنا يعني من باب الإحسان والفضل بقى، يعني ممكن يبقى مش واجب عليه لكن هو ما يقدرش يمنع الناس عن شرب المية، هو مش واجب عليه لأنه من أهل الفضل. قول والثاني أي من الشروط الثلاثة، وقول أن يحتاج إليه غيره، أي وإن لم يصل لقدر الضرورة، ما استناش بقى غيري ده المحتاج ده إنه يبقى خلاص هيطلع في الروح لو ما شربش، لا، يعني ما يستناش لحد الضرورة،
لا يكفي الحاجة، يكفي يصل لدرجة الحاجة، العطش، مش هيموت من العطش، لا العطش بس، عطش ياخده. أما أقول له لا استنى أما قبل ما تموت أبقى أديلك، ما ينفعش كده. يبقى ما يشترطش هنا الانتظار للضرورة ولكن يكفي الحاجة. واضح؟ قول أن يحتاج إليه غيره، أي وإن لم يصل لقدر الضرورة، لأن إحنا عندنا إيه ما يحتاجه الإنسان، إما ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات. احتياج الإنسان للأشياء إما للضرورة التي بغيرها يهلك، دي اسمها الضرورة، والحاجية التي بغيرها يجد مشقة لكن ما يهلكش، والتحسينية التي بها يترفه بقى. فهمت ازاي؟ يبقى زي مثلا عندي لك مثال في الثوب مثلا، الضروري في الثوب يستر عورتك، والحاجة في الثوب انه يدفيك في الشتاء وان يمنع عنك الشمس في الحر. طب والتحسينية انه يبقى يليق على بعضه، يبقى قماشة ناعمة ويبقى الوانه متناسقة. فهمت ازاي؟ ويبقى كمان على مقاسك، مش لابس حاجة مش مقاسك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى معناه الحاجة الضرورية اللي بيها تهلك لو ما اخذتهاش، والحاجة الحاجية اللي بيها تجد مشقة يعني ممكن يعيا. فهمت ازاي؟ والحاجة التحسينية اللي هو ربنا قال عليها وريشة، ولباس التقوى ذلك خير، مش كده برضه؟ ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بيقول يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللي هي الضروري. وريشة، جاب في الريش هنا ايه؟ الحاجيات والتحسينيات. يبقى اداك الضروري والحاجي والتحسيني. واحنا حتى نقول ده راجل مريش، نفس لفظ القرآن. مريش يعني ايه؟ يعني عنده الحاجات التحسينية، عدى الضروريات والحاجيات، ده عنده التحسينيات. فنقول ده راجل مريش. زي كلمة ريشة اللي في القرآن بالظبط، خدت بالك؟ والثاني أي من الشروط الثلاثة، وقوله أن يحتاج إليه غيره، أي وإن لم يصل لقدر الضرورة، وقوله إما لنفسه أو لبهيمته أي المحترمين بخلاف غيرهما كالزاني المحصن. طيب زاني محصن محكوم عليه بالرجم، أو قاتل نفس محكوم عليه بأن يقتل بالإعدام، حكم عليه القاضي خلاص، واحتاج مية، مش واجب أن أنا أبذله لأن دي روح غير محترمة مهدرة. فهمت بقى إزاي؟ تبقى دي روح غير مضطرة. كالزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام. ما احنا عندنا تارك الصلاة لو حققوا معاه وصمم واستتابوه وصمم، الإمام يحكم عليه بالقتل. هل يقتل بقى ردة ولا يقتل حدا؟ على حسب هو مستحل ولا كسل. لكن في الحالتين هيقتل. فهمت بقى ازاي؟ بس بعد حكم الإمام. فهمت ازاي؟ يبقى ده برضه غير محترم. أو الوضوء لها على الأصح في الروضة بخلاف غيرهما كالزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام. أو الوضوء لها على الأصح. يعني إيه؟ إن احتاج له غيره للوضوء. مش شرط للشرب بس. افرض محتاج الوضوء، المية دي فضل عنك. خليه يتوضى، مش تقول له تيمم. فهمت بقى ازاي؟ على الاصح في الروضه، دليل ان في مقابل الاصح تقول له تيمم. بس مش هو ده اللي عليه الفتوى. اللي عليه الفتوى تدي له الوضوء. والمرتد والحربي. كل دول اللي هم ايه؟ يعني يبقى غير محترم يعني. والمرتد، والمرتد ده حكم قضائي. حكم قضائي. فهمت ازاي؟ يعني مش انت حكمت عليه انت بنفسك، لا، ده لازم دي قضية كبيرة، يقعدوا يحققوا معاه كتير ويسألوا كتير ويستتيبوا ويقعدوا مع العلماء وفين يصدر قرار. يبقى مش انا اللي بصدره ولا جاري ولا صاحبي، في قضية كبيرة. والمرتد والحربي، لقيت واحد يهودي حربي يهودي وعايز المية، واحنا في سيناء ودول ناس حربيين مثلا او في غزة، امنع لانه ده حرب، واخد بالك؟
والكلب العقور. طب انا كلب عقور بيعض الناس اسقيه عشان احافظ على حياته؟ ده انا مامور بقتله مش كده برضه؟ يبقى الكلب العقور برضه ما اسقيهوش. ومن البهيمه المحترمه البهيمه الماكوله اذا وطئت. من البهائم المحترمه البهيمه الماكوله، ماكوله اللحم، اذا وطئت فان الصحيح انها لا تذبح، فهي محترمه علشان فيها جنين تستنى تثمر بقى، فيجب بذل فضل الماء لها. كل دي امثله يعني، مش بيقول لك اما لنفسي او لبهيمه، بيدي لك امثله. قول هذا اذا كان هناك كلا. الشروط دي كلها لو امتى؟ لما يبقى في كلا مباح جنبها، فانت بتبذل الماء الفاضل عن حاجتك عشان تعينهم على استعمال الكلا المباح. واضح؟ هذا اذا كان هناك، اي محل وجوب فضل الماء اذا كان الى اخره. وقد عرفت ان هذا اشارة الى الشرط الرابع، وقول كلا اي حشيش سواء كان رطبا او يابسا، وهذا يقتضي انه اذا اشترى لها علفا لا يجب بذل فضل الماء لها، وهو كذلك لانه مقصر. يقصد يعني لو كان الراعي ده شاري الحشيش مش هيديها كلا مباح، يبقى مش واجب ان انا ابذل له بقى الماء الفاضل عن حاجات، زي ما دبرت لها العلف دبر لها المي. فهمت بقى ازاي؟ لكن يستحب يعني تقعدش الناس على حاجة. يستحب، لكن احنا بنقول يجب يعني ايه؟ يعني بلا مقابل، واجب شرعي بحيث ياثم لو منع. واضح؟ وهذا يقتضي انه اذا اشترى لها علفا لا يجب بذل فضل الماء لها، وهو كذلك لأنه مقصر حيث أعد لها العلف دون الماء. قول ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، يعني بشرط أن الكلأ ده ما يقدرش يرعاه الماشية إلا بشرب المية معاه، وما فيش مية غير ميتي اللي فضل عن حاجتي، لكن لو في مية مش ميتي غير يبقى مش واجب بذل الماء، يروحوا ياخدوا من المية التانية. فهمتوا بقى الشروط دي كلها؟ ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، فيجب بذل الماء حينئذ، لأن منعه يؤدي إلى منع الكلى، كما في خبر الصحيحين لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، لأن الماشية إنما ترعى بقرب الماء لتشرب منه، فإذا منعت من الماء ذهبت عن الكلى فكأنها منعت منه. قول ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، أي أيوة ولو أدى إلى تلفه، وهذا محترز. قول إما لنفسي أو لبهيمة، يبقى بيقول لك يجب بذل الماء الفاضل للنفس أو للبهيمة مش للزرع. واضح؟ وقول إما لنفسه أو لبهيمتي، وإنما وجب بذله لنفسي أو لبهيمتي لحرمة الروح بخلاف الزرع والشجر، ويجوز بذله لذلك بالعوض. طب افرض الشجر، يجوز بقى انك انت تدوله بقى بالعوض، يبقى لنفسه وللبهيمه تدوله بلا مقابل. طب عايزه كمان يسقي بيه زرعه، نقول له نقيس بقى هتاخد كام جردل ولا كام، نحسبها كام لتر وهنتحاسب، اللتر مثلا بجنيه، واخد بالك؟ ده للزرع، لكن البهائم وللانسان ما نحسبوش. فهمت بقى؟ ويجوز بذله لذلك بالعوض، يعني بالمقابل، ولا بد من تقدير الماء بكيل او وزن، فلا يجوز بيع الماء بري الماشيه او الزرع. ما ينفعش ابيع الماء اقول له خليها تخش تشرب وهاخد كذا، وازرع اروي زرعك وهاخد كذا، ما ينفعش. طب ما هو هياخد قد ايه؟ فهمت بقى ازاي؟ لجهاله المقابل، لجهاز القدر. لكن في شرب الادامي مش شرط، اقول له اشرب. ليه؟ لان تملي شرب الادامي معروفه يعني في العرف، الناس بتتجاوز فيه، مش هيقعد يحسب له انك انت شربت والله بقين زياده وبتاع. في الادامي مش هيتكلم، لكن في الماشيه وفي الزرع تتفاوت تفاوت كبير، وبالتالي يبقى لو هنبيع بقى لماشيه او هنبيع لزرع، يبقى لابد من تقدير الماء بوزن او كيل. واضح؟
فلا يجوز بيع الماء بري الماشية أو الزرع، بل يشترط في بيعه التقدير المذكور إن لم يجد بذله. كانوا زمان مثلا مصلحة المية في مصر كانت تعمل إيه؟ تعمل مية عكرة علشان يسقوا بيها إيه؟ الزرع، ومية نظيفة، يعني في مواسير اسمها مواسير مية عكرة دي لسقي إيه؟ الجناين، ويرش الشوارع في الايه في الحر تعمل رطوبه. وبعدين ودي ليها ثمن، الميه العكره دي ليها ثمن لانها ارخص مش متكلفه تنقيه، والميه النقيه دي داخله للبيوت للاستعمال الادمي، فهمتني بقى ازاي؟ فانما دلوقتي ما بقوش يعملوا حكايه الميه العكره دي، تروح تدور على الميه العكره ما تلاقيش ميه عكره. يعني انا اول ما جينا هنا رحنا المزرعه بتاع ان احنا هنزرع شجر، اعملوا لنا ماسوره ميه عكره علشان ما نستعملش ميه الشرب في الزرع، عشان كده اسراف. وانا اعرف الحكايه دي من ايام والدي، يعني كان يقول لي الحكايه لانه كان شغال في مهندس وكان يقول لي ان في حاجه اسمها كده وكده، فانا عندي المعلومه دي من زمان. فروحنا قالوا لا ما بقاش في ميه عكره، اروي وخلاص من اللي عندك، وهو العداد بيحسب. طب ما انتوا كده هتحسبوا، يبقى انا هستعمل للزرع ميه غاليه هتكلفوني كتير. طب انا الاول كنت فهمتني ازاي؟ يبقى انتوا كده هتتعبوا الناس. ربنا ينجي، ربنا يجعل لنا مخرج، حكومه تبقى حكومه كويسه. حاضر. قول ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، أي ولو أدى إلى تلف، وهذا محترز قوله إما لنفسه أو لبهيمة، إنما وجب بذل لنفسه أو لبهيمة لحرمة الروح بخلاف الزرع والشجر، ويجوز بذله لذلك بالعوض، ولا بد من تقدير الماء بكيل أو وزن، فلا يجوز بيع الماء بري الماشية أو الزرع، بل يشترط في بيعه التقدير المذكور إن لم يجب بذله. قال بعضهم إلا في شرب الأدم يستثنى، شرب الأدم ده اللي يستثنى من كوز السقاء بعوض، والفرق أن الاختلاف في شرب الأدم أهون منه في شرب الماشية والزرع، والمعتمد أنه لا فرق بين الأدم وغيره، فلا يجوز بيع الماء بشرط الري مطلقا، فهو من البيع الفاسد وإن كان يتسامح به في الأدم، لأن مش عارف قدر النبيع، جبت علشان تشتري حاجة لازم تبقى عارفها قدرا وزنا أو كيلا، هنا في جهالة. ليه الجهالة؟ ما أنت لو فاكر شروط عقد البيع الصحيح تفهم الكلام الشيخ غلط، لأن أنت هنا اللي هيشرب ده هيحط بقه في الحنفية ويفتح الحنفية ويشرب، شرب قد إيه؟ ما تعرفش توزن، فهمتني إزاي؟ في الأدامي يتسامح، يقول لك هذا مما يتغابن فيه كثير من الناس، عديها في الأدم. لكن في الماشيه والزرع لا بقى، فهمت بقى ازاي؟ ادي الحكايه، والله تعالى اعلى واعلم. يلا اذن ونكمل بقيه الشروط بعد الاذن. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
وأن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. قوله والثالث أي من الشروط الثلاثة، قول أن يكون الماء في مقره، أن يكون الماء في مقره اللي هو يعني ماء العيون، ماء الآبار، ماء الأنهار، ما كنتش أنت حزته يعني إيه، يعني عملت ماسورة وعملت حوض وجمعت المية في المخزن، ده ما يجوش ياخدوها من المخزن، ياخدوه من المقر، لأن اللي حزته أنا ده بقى ملكي. فهمت بقى إزاي؟ والثالث أن يكون الماء في مقره أي محل قراره واستقراره الأصلي، بخلاف ما إذا أخذ منه وجعل في غير مقره، كأن جعل في صهريج أو زير أو نحو ذلك كما سيذكره الشارح. عارف يعني إيه زير؟ عارف يعني إيه زير؟ زير ده إناء فخار كبير، عارف الإناء الفخار الكبير؟ يسموه زير المصريين. لا لا، بيتحط كده إما على الأرض وليه حامل كده، يحطوه على حامل، يعني إناء كبير اسمه زير. كويس؟ عشان أنتوا يمكن ما شفتوش الزير عندكم ماليزيا؟ طيب اسمه إيه عندكم؟ طنج. تانك يعني زي تانك ان انجلش، تمشي يلا ماشي، ما عندناش مانع. احنا نقول عليه تانك برضه، ساعات المصريين يقول لك عليه تانك زي، بس ما يقولوش تانك للميه، يقولوا التانك لغير الميه، زيت بقى، بنزين، سولار، بيسميه تانك، واخد بالك؟ انما الميه يقول عليه حوض، يقول عليه حاجات كده، خزان. فهنا بقى ايه بيقول لك زير، ما هو الشيخ برهان البيجوري ده مصري قح ابا عن جد، واخد بالك، ومن الباجور منوفيه، فلازم طبعا ايه يكلم الناس باللغه بتاعتهم رحمه الله. فان اخذ هذا الماء، فإن أخذ هذا الماء أو أخذ يعني الإنسان هذا الماء وجعل في إناء، أو أخذ هذا الماء وجعل في إناء لم يجد بذله. ليه؟ لأنه بقى مملوك بالحياز والمكان والمية متوفرة، يروح هو يحوز زيه. فهمت؟ وهو مما يستخلف في بئر أو عين، أي مما يخلفه غيره. ولا يخفى أن قوله مما يستخلف كان خبرا ليكون في كلام المصنف، فجعله الشارح خبر مبتدا محذوف، وجعل خبر يكون مقدرا وهو في مقره. وفيه تغيير إعراب المتن والخطب في ذلك سهل بسيط، يعني كأنه يعني الشرح غير إعراب المتن، فما تفرقش. قوله فإن أخذ هذا الماء في إناء، قد عرفت أن هذا مفترض قوله أن يكون في مقره، وقوله لم يجب بذله على الصحيح هو المعتمد، والمراد أنه لا يجب بذله بلا مقابل،
لكن ممكن تديهوله بقى بمقابل، لو كان في اناء تبيعهوله بقى. واضح؟ فلا ينافي انه يجب بذله للمضطر بمقابله، وانما وجب بذله في صوره الاستخلاف لانه لا يلحق ضرر بالاحتياج اليه في المستقبل لاستخلافه، بخلاف غيره فانه يلحق ضرر بالاحتياج اليه في المستقبل لانه لا يستخلف. يعني امتى يجب بذله؟ في الحال لو كان مما يستخلف. لكن افرض الميه ما بتطلعش، الميه نادره، يبقى هنا لا يجب بذله عشان هيحتاجه. وحيث وجب البذل للماء اي بان وجدت الشروط الماره، فالمراد به تمكين الماشيه، فيلزمه ان يمكنها من ورود البئر ان لم يتضرر. قيد في لزوم تمكين الماشيه من حضورها البئر، وقد تقدم ان هذا اشاره الى الشرط السادس. فان تضرر بورودها اي في زرعه او ماشيته، وهذا محترز الشرط المذكور، منعت منه اي من حضورها البئر، واستسقى لها الرعاء اي باناء ككربه ونحوها. واضح؟ يعني الرعاء يملوا ويدوا للماشيه بعيد، بدل ما الماشيه تخطي في ارض وتاذينا. قول: وحيث وجب البذل للماء امتنع اخذ العوض عليه على الصحيح. لما يقول لك واجب بذل الماء بهذه الشروط، معناه لا يجوز اخذ العوض. واضح؟ ما توفرتش الشروط يبقى يجوز اخذ العوض. على الصحيح هو المعتمد، والصحيح هو الراجح في الاوجه. هو المعتمد اي في الفتوى لصحه النهي عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، الامام مسلم في صحيحه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، فحملوه على على عدم على امتناع اخذ العوض للشروط السابقه. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف في فصل في احكام الوقف يوم الاثنين القادم ان شاء الله. والوقف ده على فكره بقى من الابواب الفقهيه اللي غير معلومه في هذا الجيل بتاعنا، وما بقاش في اوقاف، محدش بيعمل اوقاف للاسف، مع ان الاوقاف دي كانت بتحل ازمات كبيره، يعني تحل ازمه التعليم وازمه اطفال الايتام واطفال الشوارع والنساء المطلقات اللي ما لهمش من ينفق عليهن، يعني تحل لنا ازمات كبيره قوي. كان الاوقاف دي كانت بتحل اللي ما بتعرفش تعمله وزاره الشؤون الاجتماعيه، ولا معهد ناصر وبنك ناصر ولا مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ما تعرفش تعملها. اوقاف المسلمين لو الناس فهمت تاني كم من اغنياء المسلمين لا وارث لهم، او عنده من المال الكثير جدا بحيث انه حتى يفيض على وراثته، فيوقف جزء منه. كان طول عمر المسلمين يوقفوا اوقاف علشان تنفق في ابواب خير معينه. فلتقصير الناس الان حتى المسلم المهتم بدينه يتعلم ابواب الوضوء، ابواب الصلاه، ويخش في ابواب المعاملات يقول لك لا يعني انا هعمل ايه، ويعني يمشي في الدنيا مش فاهم حاجه، لان المعاملات مهمه جدا. وفي ناس في المغرب كانوا قالوا لاحد العلماء الكبار الاولياء من الصوفيه، قالوا له يعني اكتب لنا كتاب في التصوف، فلقاهم تجار فكتب لهم باب في احكام البيوع، هو ده التصوف. قالوا هو التصوف احكام؟ قال له بدايه التصوف ان يكون طعامك من حلال، فيبقى لازم مكسبك من حلال الاول عشان تبقى راجل صوفي، فتتعلموا البيوع الاول يا تجار. فهمت ازاي؟ فالمعاملات دي كلها مهمه، مش التصوف سبحه وورد وبتاع، لا، ازاي تعرف كمان تتعامل بحيث يبقى انت خير على الناس ولا يدخل جوفك حرام. فهمت؟ فالحاجات دي كلها مهمه في التعاملات. وكثير من الناس للاسف شوهوا التصوف بسبب الجهل في الفقه، وناس تانيين شوهوا احكام الشرع بسبب جهلها بيها، سواء كان صوفي او غير صوفي. فعايزين نرجع تاني ان الواحد يعرف الشرع الشريف على بعضه كده، يبقى عنده صوره متكامله ولو مبسطه. وعشان كده كان زمان العلماء يعملوا متون للفقه الكامل للاطفال يحفظوه، بحيث الطفل على ما يبقى صبي كده عارف الفقه الاسلامي كله ابوابه شامل حفظها متن كده زي ما بيحفظ جدول الضرب. وبعدين لما يكبر شويه في اعدادي ولا ثانوي يعرف له شرح على المتن ده،
وبعد كده ما يبقى مثلا في الجامعة يقرأ له حاشية على المتن ده، وبعد ما يبقى متخصص يقرأ متون أخرى وحواشي أخرى وشروح أخرى ومذاهب أخرى وأدلة المذاهب ومناقشة الفروع والفقه المقارن وأصول الفقه، يبقى علامة كبير. لكن من بدايته كله يبقى عارف إيه الفقه الإسلامي بيدور حول إيه. لكن للأسف الوقت هات أي واحد ماشي في الشارع وقال له الفقه الإسلامي بإيه، أبواب الفقه الإسلامي عنوان بس، إيه عناوين أبواب الفقه الإسلامي؟ قول لي العنوان. لك طهارة؟ تقول له صح الحمد لله، طبعا هو أول باب. وإيه تاني؟ لك والصلاة الحمد لله، والصيام ماشي، والحج ماشي ماشي يا حج كويس، وإيه تاني؟ والزكاة. طيب وإيه تاني؟ يعصر في مخه، يعصر في مخه، يعني يقول لك الطلاق، أصل مطلع مراته امبارح. يجي بباله وبعدين يفكر شوية يعصر مخه، ما ورث جده من زمان، يقول لك المواريث، علم المواريث. طيب وفين؟ طيب والبيوع فين؟ والسلم فين؟ والعراية والربا والهبة والحجر والوقف وإحياء الموات، مش كده برضو؟ فين الحاجات دي كلها؟ والمزارعة والمخابرة والشركة وأنواع الشركات، شغلانة تانية بقى مش كده برضو؟ واللقطة وأحكام اللقطة والنفقة والرضاع والزواج والحضانة والجهاد في سبيل الله ومعاملة غير المسلمين والبغاء وأحكام البغي، واخد بقى شغلانة كتيرة مواويل بقى. فيبقى ما عندوش حتى فكرة عامة عن دينه ولو فكرة عامة. لكن قول له كده ايه التخصصات الطبية؟ يقول لك في دكاترة عيون ودكاترة أنف وأذن ودكاترة جراحة ودكاترة مش عارف قلب ودكاترة يقعد يكررك كل، يعني كأن اهتمامه بالبدن أكتر من اهتمامه بالدين. فهمت بقى ازاي؟ فدي المصيبة. أيام ما كنا بنشرح في البيجوري في أبواب الوضوء والطهارة والصلاة، يا الجمع مليان، كل ما نخش شوية نغمق، كل ما تلاقي الناس تيجي وتنام، الناس يعني حتى اللي بيجي بيبقى نايم، واللي مش نايم ما يراجعش، يسمع بس، يقوم بقى ايه ينسى شوية وينسى شوية. لكن احنا بنقولك علشان نعلم مين؟ عشان نعلم الجن. والله الجن اللي بيحكي، احنا نعلم الجن. انا كان ليا جد سيدي العفيفي رحمه الله، ده مات قبل ايام المماليك، كان يدرس ولو المسجد ما فيش حد، يقولوا بتدرس لمين؟ يقول لمسلم الجن. واخد بالك؟ لان مسلم الجن بيحضروا الدروس بقى، مش كده برضه؟ بيحضروا الصلوات. فهي امانه انت تاديها، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها تنبت حيث اراد، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.